كل اخبار الديكور. اهلا وسهلا. تفضل مهندس خالد. سمعنا طبعا. اهلا وسهلا بيك وصباح الورد. يسعد صباحكم جميعا. شرفنا الاستضافه الجميله. شكرا نورتنا حضرتك. سمعنا طبعا بنتكلم عن الحلول والبدائل الذكيه اللي موجوده دلوقتي ان انا اقدر استفيد من الامكانيات اللي عندي في البيت. مثلا على سبيل المثال كست او ربه منزل, انه انا ممكن تفضل حاجه عندي بقيت مثلا القهوه, برطمان القهوه او علبه القهوه بدل ما ارميه, انا ممكن استفيد منه واعمل بيه حلول ذكيه. قد ايه الموضوع ده مهم بالذات كمان نتيجته او يعني اللي هو المجتمع بشكل عام قد ايه هيتاثر بيه, انه ما يكونش فيه ضرر, بيكون فيه اعاده تدوير بدل ما ارمي البلاستيك ده في الشارع او اضر بيه شيء تاني, لا انا استخدمه في منزلي. صح. التكنولوجيا الجديده ما شاء الله يعني صار في حلول كثيره للتصاميم. في ناس كثير عندها حب تغيير للتصميم او ناس مقبله انه تسوي بيتها بتصميم معين, فالإنترنت وسيلة سهلة للناس تفتح صور وتشوف تصاميم معينة تعجبها هاي التصاميم, وعندها استفسارات كثيرة إنه هاي التصاميم هل أنا بميزانيتي أو بإمكانياتي أقدر أنفذها على الواقع؟ صح. فالحلول الجديدة والتكنولوجيا الجديدة كلها وفرت هذا الشيء, وفي تطور كبير قاعد يصير في موضوع مواد الديكور ومواد البناء. أكيد. يعني خالد اليوم نحن لقينا في ناس بيوتهم ما شاء الله احسن من فنادق 7 ستار. اي بمعنى دخول التكنولوجيا. يعني انا رحت شفت شركات بتصمم البيت عن طريقه ذكيه, اوكي سويتش اون ذا لايت على طول شغل لك اللايت, سويتش اوف ذا اي سي. هذه من قديم الزمان على فكره, انا بتكلم لك الحين من العصر الحجري بالتكنولوجيا, هذه موجوده كانت من عند الاجانب, لكن اليوم فعلا لقيناها موجوده ولكن اضافوا اشياء جديده عليها. صحيح. شو هاي الاضافات وشو انواع التقنيات المستخدمه؟ موضوع السمارت هذا الشيء اساسي اصبح بكل بيت, بس موضوع الديكور اللي هي الديكورات الجداريه او الارضيات والاسقف صار في مواد بديله. صار في بقايا مواد, مثلا بقايا الزجاج صار يسوي لها معالجة معينة تطلع لنا ديكور بطبعة معينة, هاي تركيبها سهل وعازلة ومطابقة لجميع المواصفات وأسعارها بمتناول الجميع. يعني إحنا ما راح نلتزم مثل التصاميم أو المواد البناء اللي كانت قبل 20 سنة كنا ملزومين في مواد بناء معينة أو مواد ديكور معينة. التكنولوجيا تغيرت, كل شيء تغير, وفي تطوير. في تطوير صحيح. عندك تطوير بالأخص يعني الواحد إذا لجأ للديكور شو نقول عنه التاريخي الكلاسيك أكثر. تلقى مرات إحنا نقدر ندخل في أشياء إلكترونية كانت تبشع المكان أكثر. صح. أنا أحس إن التكنولوجيا أنقذت هذا الشيء. يعني أقدر أخبي التلفزيون بطريقة معينة تكون داخل الكبد مثلاً, بالريموت يطلع التلفزيون وقت الحاجة اللي أنا أبغاه, ونفس الوقت ما يأثر على الديكور الموجود في المكان. صح بالضبط. في بالنسبة لموضوع السمارت هذا موضوع منتهي منه, يعني في حلول جدا وصلت له. حتى موضوع التلفزيون صار في ميرور تي في, ديكور مراية في الجدار وعليها فريم معين وهي بالأساس مراية, وقت نحب نشغلها تكون تي في. بس في ناس اللي مقبلة هي تسوي ديكور بيتها وعندها استفسارات كثيرة وعندها تحدي بهذا الموضوع, اللي هو قاعد يبني بيته وحاب يسوي ديكور معين, هنا احنا ننصحها يستشير بشركة تصميم. نعم. اللي هي تسوي له التصميم, تنصحها في اختيار المواد, تساعدها في اختيار المواد ضمن إمكانياته. يعني مهندس التصميم أو الديزاينر. نعم. المصمم لما يصمم التصميم هذا يأخذ بالاعتبار إمكانيات هذا العميل. صحيح. إنه في بجت معينة ما نستخدم إحنا مواد غالية أو مواد مش متوفرة في السوق أو مواد تحتاج تفصيل, حتى تحتاج كات معين وأشياء معينة. السوق إن شاء الله ما شاء الله الأرضيات صار في أرضيات بورسلان بإيحاءات معينة مشابهة للرخام, الأونكس الطبيعي, الأونكس من المواد الغالية. صح. صار في مواد شبيهة إليه اللي هو الأكريليك اللي هو الأونكس الصناعي. صحيح. فالتكنولوجيا جدا ساعدت الموضوع. مش بس المواد أستاذ خالد, بعض الأحيان لما بروح رايحة على السوق مثلا وصحابي عايزة أشتري حاجة, فبقف اقول للراجل هو ده بكام, يقول لي دي مثلا بدرهم, طب والتانيه دي بكام, دي ب10. اقول له طب ما زيها اهو يا عمي, هما الاثنين واحد. يقول لي لا ده دي هاند ميد, دي معموله يدويا, دي معموله مخصوص, ده شخص قاعد ضيع يوم كامل وعملها. ايه اللي بيفرق في الديكور او في الشكل بالضبط؟ هاي كمان من الفروقات جدا اللي هي بتوفر الاموال.
اللي هي الشيء اللي بيحتاج تفصيل او كاستم ميد او هاند ميد ديكوريتيف معين، رسمه معينه، ممكن نلجا لشيء موجود مقارب إلى في السوق. هاي هون تحدي بالنسبه لنا احنا كشركه تصميم، كمصممين، كمنفذين ديكور، انه نساعد العميل قدر المستطاع نسوي نفس الكونسبت بس باشياء مقاربه، ممكن فروقات بسيطه 5% 2%، بس في توفير راح يكون كبير في الاموال. يعني فعلا يعني انا صراحه بشوف الناس اللي عندهم بناء جديد لمنزلهم، ففكر حاله راح مثلا يوفر، للاسف بيقول لك انا في الاماره الفلانيه مصنع الطابوق بيبيعني مثلا الطابوقه او الحجر الواحد بسعر كذا، وهنا بيبيعوه مثلا دبل مثلا، فيروح كله وراح تعب وراح مخاسير جهد ووقت وفلوس. راح احيانا في حسابات بتكون خاطئه. خالد، ايضا من جانب اخر شفت، بما انك تكلمت عن الارضيات اللي بيصبوها، بيصبوا المواد صب عليها لما تنشف، ويحطوا فيها ورود، يحطوا لك ممكن يحط لك صورتك مثلا بالضبط. اوكي، ويعمل لك شكل جديد. انا خبرتي بسيطه طبعا، ولكن ما اعرف اسم المواد هذه، فيا ريت تشرح لنا على هذه التقنيه. هاي التقنيه الجديده اللي هي تقنيه مثل الطباعه، هي راح تكون بس بمواد اصباغ بالنهايه. في احنا احيانا ننصح في مواد، في تكنولوجيا جديده او اشياء ننصح انه نستخدمها وتكون عملية جدا وتوفر الأموال، بس التقنية هاي بعدها قيد التطوير. يعني ما أثبتت جدارتها على الواقع، وعلى حسب أماكن استخدامها. يعني ترى وين هاي إحنا راح نستخدمها؟ في مدخل البيت ما راح تكون مناسبة، في غرف معينة، في ممرات معينة. هون إحنا ننصح العميل وين يستخدمها، صحيح، بحيث انه ما تاثر على هي على الوقت ولا على الجهد ولا على الاموال ولا على اي شيء ممكن هو يضر في التصميم اللي مسويه. صح. خليني اقول لك حاجه يا خالد، مهند هو اكتر حد فينا بيحب الديكور، بغير الديكور 13 وعلى طول عنده معلومات عن الديكور، وعلى السوشيال ميديا بتاعته وعلى طول في ديكورات والكلام ده كله. ايه مستقبل الشخص اللي عنده الشغف الكامل بالديكور؟ انت كخبير في الموضوع ومريت بالتجربه دي، بتنصحه ان هو يعمل ايه؟ يبدا منين؟ يوصل ازاي لحلمه او يحقق هدفه؟ العناصر الاساسيه في تصميم مكان معين، ناخذ عناصر اساسيه تساعدنا تحديث التصميم، او تغيير مثلا الاكسسوارات، تغيير الوان المخدات، تغيير مو تغيير جذري، احنا نخلي الشيء الاساسي مناسب. الالوان اللي هي تناسب الاصفر، الجراي مثلا والاوف وايت والالوان الهاديه هي مناسبه، بعدين ندخل احنا الوان سترونج قويه مثل الاصفر او التركواز او التيفاني، فبنخلي اللوز ثينج اللي هي الاشياء الخفيفه تتغير، والاشياء الاساسيه تكون ثابته بمكانها. يعني تقصد لازم تضيف انت لمستك الخاصه على الشيء. بالضبط. بس ما تحس ان مرات الواحد تحب تستلم المشروع كامل او نص المشروع، تحس بعد هذا يخفف من الامكانيه. مثلا الحين بسوي فيلا انا، هل المهم اني استشير المصمم الديكور هو نفسه انه يعتبرها شيء اساسي لل مهم جدا من البدايه، اهم من انت ما تكمل من راسك وتروح تتورط في السوق وتشتري مواد وانت مو عارف حالك شو المواد اللي اخترتها. احنا خبرتنا نصمم فلال، قصور في كل الامارات، برا الامارات، فاحنا خبرتنا نساعد العميل نوجهه على الطريق الصحيح، نسوي له تصميم مناسب لميزانيته والستايل اللي هو يحبه، كلاسيك، نيو كلاسيك، مودرن، فمن البدايه يكون الموضوع اسهل. حتى احنا ندرس لموضوع توزيع الاثاث، موضوع يأثر وايد. صح، موضوع توزيع الاثاث جدا مهم، يعني كم سوف نحتاج في هذا المكان، طاوله الطعام ممكن شو نضيف بها، احنا بس طاوله فقط ولا ممكن نضيف اماكن تساعدنا نضيف اكسسوارات معينه، هاي اللمسات وهاي الفروقات اللي بتصير عندنا. وفي النهايه كل شيء يكمل شيء، يعني صدق لو انا بستلم مشروع المفروض استلمه كامل، في تلقى ناس يعني خذوا فيلا وسووا الديكور الجبسن بورد، سووا كل شيء رتشت، تلقى ممكن شيء ثقيل. إيه الكاستمر هو نفسه يقول لك خلاص وقف شغل، خلصت الديكور انا بشتغل على الاثاث، وتحس فارق كبير بين الديكور الموجود وبين الاثاث اللي موجود فيه. وايد ناس قاعد يطيحون في هذه المشكله، كيف تقدر تساعدهم؟ احنا ننصح انه اختيار الاثاث والسجاد والستائر والاضاءات يمكمل من نفس الديزاينر او المصمم اللي صمم له التصميم. طبعا ما ادري اذا في مصممين يصممون الديكور ويخلون الاثاث، احنا نصمم كل شيء كامل. صح. يعني حتى في الاكسسوارات نشوف اماكن توزيع الاكسسوارات، فاحنا ننصح اختيار الاثاث
والاقمشه والخامات يكون مع نفس المصمم، احنا ننصحه او مو بشرط تاخذ نصيحته بعد او انسبريشن من عنده، الواحد ما عندك امكانيه انه يدفع للديكور ونفس الوقت حق تصميم الاثاث، بالعكس اساله كم سؤال شوف كم شو اللي يناسب هذا الشيء او يعطيك انسبريشن على الموضوع، ونفسه خذ نفس الغلفه مثلا او هاي النوع من القماش اللي يناسب اكثر، بيصير دمج حلو بين الاثاث وبين الديكور. بالضبط، في بيصير دمج حلو. احنا بنقسم الميزانيه بشكل عام لثلاث اقسام، قسم البناء، قسم اللي هو تنفيذ الديكور كامل، وقسم المفروشات والاثاث والستائر والاضاءات، عشان بعدين احنا ما نطلع فوق الميزانيات المعينه. صح. حد من غير تصميم راح جاب شركه ديكور سوت الديكور كلفها هذاك المبلغ، امكانياته ما عاد تسمح له هو يجيب اثاث مناسب لهذا الديكور، فيسوي شيء مختلف عن الكونسبت او الفكره. صحيح. اللي مسويه. خالد ثواني بس، مهند احنا في الحلقه والله العظيم ما شاء الله استلمت، انت اللي استلمت ما شاء الله عليك، عنده حب وشغف للديكور وانا مبسوطه جدا. معلش يا جماعه احنا عندنا خبير ديكور، خبير ديكور اكيد نتشرف ونفتخر بيه. استاذ خالد كنت عايزه اتكلم معاك في موضوع تاني برضو يخص الديكور على السوشيال ميديا. قد ايه مهم دلوقتي انه احنا يعني ساعدتنا بشكل كبير جدا ان انا ادخل الاقي حسابات مختصه فقط بالديكور، ان انا ممكن مثلا زي ما قال مهند يكون ببني فيلا او شخص مقبل على الزواج يدخل على السوشيال ميديا يختار كل ديكور بيته واساس بيته، بس بيبعت لك الصور وحضرتك بتبقى ملزم بالتصميم. قد ايه بتساعدك كمان السوشيال ميديا في السهوله؟ بتساعدنا المواضيع اختيار التصاميم، بتقرب لنا الكونسبت اللي حابها العميل هو. فممكن هو يختار تصميم ما يكون مناسب للتوزيع اللي عنده، فاحنا بناخذ بشكل عام الكومبينيشن كلر، الالوان الموجوده، الديكورات الموجوده، ممكن احنا الديكور اللي يختار يكون فيه مرايات كثير، ممكن هاي تضر المكان اللي عنده والمساحه اللي عنده. صحيح. ممكن احنا ناخذ بعين الاعتبار الستايل او الكونسبت، فالسوشيال ميديا سهلت للديزاينر العميل يختار الستايلات او الاشياء اللي هو حابها، والديزاينر والمصمم شركه التصميم تطبق له اياه على حسب الموجود عنده في البيت. صحيح. خالد في مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها كل حدا موجود بالعالم، لما بيتأجر شقة أو ببيته أو بمكان معين أو حتى ديكور مكتبه بالعمل، العواميد. إيش حلها؟ نقص العمود ولا شو نعمل؟ ولا صعب، هاي أساسات بناء ما صعب. أيوة. يعني مو صعب، هاي مرتكز عليها البناء، فاحنا هون دورنا كمصممين كديزاينر حسب خبرتنا شو الكونسبت. هي كلاسيك ممكن احنا نسوي العمود بشكل رمالي. رخامي ممكن يكلفنا، كنا نسوي ديكوريتيف بنت على شكل رخامي، ففي ديكورات خاصه في الاشياء هاي تكمل نفس الكونسبت اللي احنا مسوينها في المسار. خالد بما اننا من شويه ذكرنا موضوع السوشيال ميديا، حابه اذكر متابعينا ان هم يتابعونا على السوشيال ميديا، فيسبوك فجيره تي في والانستغرام فجيره تي في، وكمان يتابعونا على اليوتيوب ويحضروا اللايف كل يوم على الفيسبوك. المهندس خالد مصطفى نورتنا وشرفتنا، وشكرا على المعلومات القيمه اللي انت قلتها. تسلام. ونتمنى ان كل الناس تبقى عندها ديكور حلو. خلينا نطلع بريك ونرجع. نتمنى التوفيق للجميع. شكرا جزيلا. ثانك يو. Yeah.